الإذاعة الوطنية. تعرف أنا وأنا صغيرة أول ما بديت عام 86 كنت كي ندخل باش نسجل الغناية في استوديو 8 هذاك علاش قلت 8. كانت عندي فرحة كبيرة ياسر على خاطر داخلة نغني ونغني في الإذاعة، الإذاعة متاع تونس معناها، فهمت؟ اللي هي ديما تقعد الإذاعة الوطنية عزيزة علينا برشا الحقيقة. معناها ما ينجم يكون عندي إلا ذكريات حلوة ياسر. وذاك علاش؟ برا عاد كانوا يسمعوني الإذاعات الآخرين طب. أما هي تقعد بيناتنا الإذاعة الأم. بيان سور. بيان سور هذيك الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية واحد واثنين. ما ينجموا يكونوا الا هما الاصل ويا حبذاك يكون الاخرين اذاعات وتلافز ذوكم اللي معناها تولدوا من بعد. وكيما انسان يبدا ام محلاها وتجيب صغير محلاه. التنوع مهم جدا للفنان، يخلق ثراء ويخلق فرص والمفروض وانتاج ابسوليومون. انا ننطلق من البدايه، نجات عطيه بديت كبيره، بديت مع الكبار ومش سهل انك تحافظ على هالنجاح والتواجد وعلاقتك مع الجمهور السنوات هذه الكل. تعرف توا فكرتني كي قلت لي كبيره ميرسي بوكو، اما بديت مع الكبار. وي تعرف لي انا في المرحله نتاع اللي بديت فيها انا كنت نسجل تقريبا فرد وقت انا والسيده علا يرحمها ونعمه و رجعتني هما سنوات العز الحقيقه. ان شاء الله تو زاد يرجعوا سنوات العز. اما كي نقول لك معناها عليا ونعمه وزهيره سالم وسلاف وبرشا انا تو ناسي برشا اسامي نتاع الفنانين الكبار هذوما اللي من جهه ديما انا نغزر لهم معناها انا صغيره وهما كبار معناها هكا بخزره نتاع محبه ونتاع هكا بقدر ما هما كانوا يغزروا لي بنفس الخزره. بيان سور توا سوني با لو كا خاطر لي جون مش 100% معناها ما يغزرولناش هكاك معناها وما يسالش ربي يهديهم مش عنا فيهم دايوغ. اما انا مثلا عليا كانت هكا طرفه باش نحكيها في سفيس الله يرحمها، تقابلنا في نفس السهره يعني انا مع عليا معناها مش لعبه الحكايه معناتها عليا راه يا اخي عيطت لي وكشت عليا انا الحقيقه عيني زغرت بدموع خفت. عليا تكش عليا اجاني قالت لي اجاني قلت لها نعم قالت لي علاش حميرك هكاك وانت مزيانه حميرك ما عجبنيش اجيش حلت ساكها والله وخذيت حمير وعودت لي الحمير اللي هو غوجاليف خطاو يقولوا له حمير ومونيكير ومانيكير وهذيك قعدت في بالي على خاطر معناها عليا تحل ساكها وتقد لي غوجاليف هي ماهيش حتى سونسي تشوفني انا عندي حمير ولا لا غوجاليف. برشا تورف برشا ترايف تورف باش نكتب كتاب خلاص نعمل كلمات جديده دونك ما تفسخش خليها ناتشوغيل. برشا حاجات نعمه كنت نقابلها ديما اول ما تجي من قليبيا نقابلها عند محسن الرئيس ربي ان شاء الله يطول هو في عمره وهي الله يرحمها. ما فماش مرة والله وهي في دار الحق وإحنا في دار الباطل تقول لي ما نعرفش علاش أنا نحبك تغني لي أغاني الكل باش نتهنى عليهم والله وبرشا ترايب. دونك أنا جيت في الفترة نتاع معناها الكبارات الحقيقة وتمرست لأنه برش. التمرس هذا خلى وقت اللي تبعد ديما محاضرة الحاضرة وغايبة في نفس الوقت. أغانيك حاضرة اسمك دائما موجود الحمد لله كذلك فما إيماج خاطر ما نبلبزش هذا هو خاطر نخاف أنا خوافة ياسر خاف من اللي بنيته تستحفظ عليه وي 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 الإيجيبتولوج الدكتور حواس
قبلت انا في مصر، كي تقابلنا تعرفت عليه وكله وقعدنا نحكيه. والنهار هذاك او نهار قبل نصير شمه صديقي واخويا وما نجمش نوصف، كان عنده حفل تكريم ام كلثوم. قال لي نجات تصور معناها انت هوني وما تطلعش معايا سي حسين، ما نجمش نتصور الموضوع. قلت له نصير ما نجمش ما خاطر ما عملناش ريبيتيسيون وكل شيء كل شيء. وصفني الدكتور حواس قال لي ما انت جبانه. علاش نحكي لك في الطرفه هذه زاده؟ طبعا هو مش قصده باش يقزمني ولا. قال لي على خاطر راهو الفنان اللي خاف ياسر يولي جبان شويه يولي ما يقدمش. وسي فغي. قال لي انت شنو كنت تخسر؟ وهو يعرفني بيان سور بالكدا معناها. قال لي انت معناها احنا نعرفوك كيفاش تغني ام كلثوم. يعني انت ما تطلعش مع صديقك واخوك نصير شمه في مسرح مهم. يعني كنت نخاف. اجاب على سؤالك معناها اللي هو الخوف نتاع ما نحبش ما نحبش جو لام با ديسوفوار لو بوبليك. سامحني ما نحبش ان تخذل الجمهور. نخذل الجمهور ما نحبش يقولوا ما تعرفش تغني، ماهيش مزيانه، ماهيش باهيه، ماهيش سيريوز. في الخدمه في حياتي الخاصه هذيك حاجه تخصني معناها. وكل ما نعمل غنايه ولا نعمل موزيكا ديما نقارنها بالاغاني اللي عندي قبل، نحطها في الميزان ونشوف يا كيف يا احسن. انا حتى كي خدمت المرضيه على حاجات جديده خدمتها وانا في مخي كما قبيله كنت نحكي معناها كي قلت باغ اكزومبل اخاف عليك ونفس الكلام مثلا محمد الماجري اللي نحييه بيان سور. جو سوي سور اون شونسون اللي هي يا خطوه تعدي نتاع محمد الماجري، هي معناها كانها توأم تاع اخاف عليك. خديت غنايه من عند الازهر الشعير، هي الغنايه ما خديتها انا عندها 9 سنين الحقيقه ولا 8 سنين. وتوا قررنا انا والازهر بيان سور باش نغنيوها، باش نغنيها انا هو خاطر لحنها وكتبها يظن. ماشي حبيبي ماشي، شكرا وما تنساش انك جرحت شعوري بين الصحاب فحضوري. اغنيه فيها برشا طرب، ماهيش لازر الشعير، معناتها لازر الشعير هو بيدو في تصويره اخرى. دونك معناها هذيك يقول لك معناها 9 سنين ولا 8 سنين وانا نغربل ونقيس ونغربل ونحط باش خويتها مع اخاف عليك ونفس الكلام ويا خطوه تعدي، باش تبدا ديما ليفل ديما لفوق. اغنيه وين وين الاسطنبالي التونسيه اللي عملها امين قلسي وزعها سامي معتوقي كيف كيف معناها سجلتها انا قبل وسجلتها ونفسخ ونعاود ونسجل ونعاود ونفسخ باش تكون كي تسمعها تنجم تعديك. ولو كتبت لي على جبيني وشمس النهار ونادوا معايا الصبر معناها كيف كيف سلطانه الغانم ملحن شاب هو عمل بعض الاغنيات معناها سلطانه ونحكم باحكامي بنت عروش ودمي حامي هما يقولوا مقواها والقوه الربي اكسترا اكسترا. هما الغنيات راهو يختاروني زاد راهو ما نقعدوش نتناقش. اختارتك؟ اختارتني والله. هو قال فيها من نجاة عطية 150% فيها برشا فيها برشا خاطر انا فما حاجتين فيا انا، فما انا نجاة عطية المرأة والام طبعا والجده خاطر انا جده راهو تو عندي زوز صغيرات معناها كبرت. وفما نجاة عطية الفنانه دونك زوز حاجات يخليوا انه كي تسمع اغنيه يلزمها تمثلك الاغنيه، ما تنجمش ما تمثلكش الاغنيه. دونك هذه كيف كيف اغنيه فزاني تونسي، اغنيه بنينه ياسر، اغنيه تحكي على اي امراه لانه اي امراه تحس روحها انها هي سلطانه وتحكم باحكامها. داير ديما يقول لك الراجل هذاك يخاف من مرته، وفما راجل ما يخافش من مرته ما فماش
ولا نسميوه ولا مش لازم باه. دونك المراه منا ولا من هي سلطانه وتحكم باحكامها. دونك هذه معناها الغنيه زاد كيف كيف شدتني. وديما كيما نقول لك معناها قلت لك ديما انه ديما نحاول باش يكون الليفل هو بيدو من تيحش للحاجه السهله. وانا بون نشطحك داكور نشطحك ما نشطحك على حاجه بالقدا وما نمشيوش للحاجه الكومبليكي ياسر اللي هي معناها فلسفه كبيره ياسر. لانه الببليك نحبه كي يجيني باش يشيخ بالموسيقى ويشطح ويسمع طرب ويسمع بتاتر شويه شرقي. اما انا حبيته السبيكتاكل يكون تونسي تونسي برشا. نفس العرض باش يكون عرض العوده لنجاة في صائفه المهرجانات 2024 تنطلق من قرطاج من اهم المهرجانات واهم دات بالنسبه لنا هو عيد المراه. معناها سي حاجه عندها رمزيه برشا 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 خاطر هو اوماج لامي ساعه امي قبل الناس الكل والنساء الكل نساء الكل سونز اكسبسيون. ما فماش امراه ما تتكرمش معناها سورتو لي نيفو على المستويات الاجتماعيه والماديه كل شيء. وانا امراه معناها ما نجمش ما نكونش نعمل معناها ما نكونش فرحانه بالذات. وطبعا هذه مسؤوليه لانه يعني وزاره المراه طبعا وزيره المراه نعمل لها تحيه كبيره ياسر. الاختيار هذا معناها حاجه زاده صعيبه شوي باش تمثل المراه التونسيه ان شاء الله في سهره مهمه باش يكون البرنامج هو بيدو من بعد في نابل بنزرت وي 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 وي, وي, وي. كما قلت قبيله معناها يمكن ينجم يكون شويه الاختلاف في عدد الموسيقيين بتاتر على خاطر برشا برايف وبرشا فنانين وبرشا معناها برشا حفلات ومهرجانات ينجم يكون اقل شوي. سينو لو بروغرام هو بيدو فما برشا حاجات مزيانين وبرشا مفاجات وبرشا موزيكا وحاسين وبرشا حاجات بالقدا. انا باش نحاول نختم ونجم نسرق شوي ندلل دلال الاذاعه الام الاذاعه اللي جريت في كلوارها وانت صغيره. انا كنت تخاف من ليزاسونسور التو نخافره. مهدي عياشي احضر معايا في رمضان حكى لي على امنيه. قلت له الغنيه اللي تحلم تاديها وتعاودها. قال لي نفس الكلام. نعم انا جيت تعطي اي سي فري. فما مشروع احنا قعدنا مهدي مهدوش الباهي هذاك فنان يهب الحقيقه وفنان من الفنانين القلائل اللي هما يتسموا مستقبل تونس معناها هما كعبتين وكعبه معناها بون لو غيست ربيعينهم بيان سور. وي مهدي قعدنا وحكينا ويحب يغني نفس الكلام وانا موافقه بيان سور. هاو علنا علنا يا مهدي الغنايه اعطيتها لك في الدار وهاو اعطيتها لك في الاذاعه الوطنيه الام. لانه ما نجم يكون الا باش يغنيها بالقدا بيان سور. انا جو سو با ريسبونسابل انه على كي واحد ياخذ غنايه ولا يعطي غنايه للفنان مش باش يحكم عليه ويغني بالقدا ولا ما هو اوتوماتيكمون. مهدي ما نجمش نتصور انه هو كان اختار نفس الكلام ما يفادلك معناه. هو صوت جميل وصوت كبير وصوت ياسر يعجبني وشرف لي انه فنان ان جون سي ان اوماج لي انا. هو تكريم لي انا معناه. يعني انا حسيت معناها بتفاوت مش بالضبط انه انا نغني الورده وام كلثوم وعبد الوهاب وانا مهدي العياشي يغني لي وبرشا اصوات اخرين وبرشا اغاني بتاعي انا يحبوا يغنيهم. شمس النهار يحبوا يسجلوها وكتبت لي على جبين يحبوا يسجلوها يغنيوها ويسجلوها ما يسالش. معناها انا موافقه ما عنديش مشكله لانه يعني فما بعض ساعات بعض الفنانين ما يتقلقوا. انا ما نتقلقش بالعكس معناها او كونتخير او كونتخير. دونك نتمنى النجاح للناس الكل وانا بالعكس اغنيه على ذمه الفنانين يغنيوهم وانا نزيد ندعمهم. يعطيك الصحة إن شاء الله موافقة. كلمة أخيرة نخليها لك. أنا نستنى في برشا 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 ناس يكونوا موجودين
على خاطر انا معامل عليكم، معامل عليكم انتم لو بيبليك، هو الجمهور هو سند الفنان والصحافه بيان سور، راهو خاطر ما نجموش نقولوا دونك ان شاء الله تكونوا برشا، وراهو معناها باش يكون هو سام بروجي، سي هو هو عرض اسمه سيدتي، معناها ما نجمش يكون عرض وقع برشا موزيكا برشا خدمه، وفما دي سوربريز بيان سور ما نحبش نقول عليهم عاد شنو هو، ونستناكم برشا 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 برشا، ونحبكم برشا.